أكد الإعلامي عمرو أديب خبر إصابة ماجي زوجة نجم الكرة محمد صلاح بفيروس كورونا، وقال إن زوجة صلاح كانت مخالطة له في الفترة الأخيرة، وإنها أجرت اختبار لفيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية، وكشف عن تواجدها في العزل الصحي. وقال عمرو أديب إنه حتى الآن لم يتأكد من إصابة مكة ابنة محمد صلاح بالفيروس، على الرغم من الأخبار اللي بتتردد حول شعورها بالأعراض، لكن محمد صلاح أو أي حد من أسرته لم يعلقوا على الخبر، والأمر اللي أثار قلق الجمهور حول أسرة محمد صلاح وابنتيه من انتقال العدوى لهم، خاصة بعد إصابة والديهما بالفيروس في الأيام الأخيرة. وانتقل محمد صلاح في الساعات الأخيرة إلى مدينة الجونة لقضاء بقية أيام العزل الصحي هناك وإجراء مسحة جديدة خلال الساعات المقبلة، والتقط عدد من معجبي محمد صلاح صوراً له في العزل الصحي، ومنهم عروسين احتفلوا بزفافهم في تواجد محمد صلاح داخل شرفته من غرفته بالفندق الذي يقضي به العزل الصحي. يذكر أن محمد صلاح قد احتفل مؤخراً بحفل زفاف شقيقه في القاهرة، وحضر أيضاً حفل تكريم من جانب اتحاد الكرة المصري، وأعلن بعدها بأيام قليلة إصابته بالفيروس، وهو ما عرضه لانتقادات بسبب تواجده في تجمعات كبيرة في الحفلين وعدم التزامه بارتداء الكمامة طوال الوقت. وتداول رواد السوشيال ميديا أحدث ظهور لمكة ابنة محمد صلاح وهي تحمل شقيقتها الصغرى كيان، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور بسبب براءتهم، وذلك بعد تداول صور وفيديوهات أيضاً لمكة وهي ترقص بطفولية من حفل زفاف شقيق والدها.